يوسف بيك. أهلاً يا نور، إزيك؟ إيه المفاجأة الحلوة دي؟ سألت عنك في البيت، قالوا لي إن عندك ميعاد هنا، مش هاخد من وقتك غير 10 دقايق. اتفضلي اقعدي. أكيد موضوع مهم أوي اللي يخليك تجيلي من غير ميعاد. آسيا ناشرة في روز اليوسف إنها بتحضر ويج جديد، هتكون بطلة القلب لو واحد. الفيلم ده بتاعي يا يوسف بيك. بتاعك إزاي يا نور؟ معلوماتي إنك مرضتيش تمضي العقد معاها وطلبتي رفع أجرك 50%، وده كتير جدا. كانت تناقشني تتفاهم معايا، مش تروح تجيب بنت بدالي جديدة وبرضه من لبنان. لا، ما هو آسيا ما بتحبش اللي يعنتها. أنا طالبة من حضرتك تكلمها لي، بلغها إنك أقنعتني أتنازل عن جزء من الزيادة اللي طلبتها. يا ريت يا حبوبة، بس أنا آسيا مش صاحبتي. بس حضرتك يوسف بك وهبي ولك كلمة على الكل. اسمعي الكلام يا نور، آسيا سافرت لبنان وجابت البنت وبتجهزها، وأكيد صرفت عليها أكتر من الفلوس اللي أنت عايزة تتنازلي عنها. يعني ما فيش فايدة؟ احتفظي بعزة نفسك يا نور، وراقبي الموقف من بعيد. لو البنت اللي جايباها آسيا فشلت، هي اللي هتجري وراكي وهتنفذ لك كل شروطك. لو نجحت نبقى كسبنا ممثلة جديدة. وعلى أي حال أنا هحاول ألاقي لك دور في فيلمي الجديد.